بسم الله نبدأ. فمحاضرتنا المرة الماضية كنا بنحكي عن analysis تبعت الاكستروجن بروسيس، وشفنا الفرق بين الدايركت والاندايركت اكستروجن بروسيس، وحكينا انه انا عندي البريشر في الحالتين يتم حسابه بطريقتين مختلفات. اذا كنت بحكي عن الدايركت اكستروجن، فحكينا انه البريشر كان عندي هو عبارة عن الافرج فلو ستريس مضروب في الاكستروجن او الابسلون تبع جونسون اللي هو الاكستروجن سترين زائد 2 في طول البلت على قطرها الاصلي. ولما كنا بنحكي عن الاندايركت كنا بنحكي انه عباره عن البريشر عباره عن ايش حكينا، اذا افرج فلو ستريس في السترين تبع جونسون. الان بدنا نيجي نشوف فيزيكالي شو اللي بيصير عندي اثناء عمليه الاكستروجين بشكل عام. هسه لو اخذنا محورين وقلنا كان المحور العمودي هو الرام بريشر، وكان عندي المستوى الافقي هو عباره عن الرام ستروك، يعني قديش الرام بدها تمشي، هيو ستروك الشوط. هلا اللي بدي اياكم تعرفوا انه اتفقنا في عمليه الدايركت اكستروجن كان في عندي هنا بنسميها عمليه كلياتها فريكشن، وان شاء الله هسه راح نيجي نحل مثال ونشوف هل الارقام اللي فعليه طلعت معنا بتحقق الشرط اللي احنا بنحكي عنه ولا لا. الان بنشوفها بالمثال. والاندايركت اكستروجن بروسيس قلنا هي عباره عن فريكشنلس بروسيس، يعني ما فيها فريكشن. اذا يا ترى شو بده يكون البيهيفير تبع الماتيريال؟ احنا بنعرف انها هاي عمليه كومبريشن، مزبوط؟ عمليه الاكستروجن عمليه كومبريشن، لما الرام يبلش يضغط على القطعه من الخلف قبل ما تطلع من الداي، اذا انت شو فعليا قاعد تعمل؟ كومبريشن. اذا الماتيريال شو بدها تتصرف؟ بدها تتصرف عندك اول شيء تعطيك الالاستيك بيهيفير. طيب هسا احنا لما تبلش عمليه الاكستروجن ويطلع البرودكت من القالب، شو اتفقنا امبارح؟ في عندي نوعين من الفورسز اللي بدي اتخطاهم. الفورس الاولى هي الفورس اللازم لاخراج البرودكت من الداي اللي سميناها اف، والفورس الثانيه اللي لازم انا اتخطاها ايش؟ الفريكشن. اذا الان احنا لما نيجي نحمل على القطعه راح تسلك سلوك الإلاستيك بيهيفير، ولما تصطدم في الجدار راح يكون بلزمني فورس ثاني أعلى من أجل تخطي الفريكشن. فعند هاي الليمت هنا ببلش عملية الإكستروجن، لما أتخطى البوث فورسز الأف والميو. لما أتخطاهم اثنين معناته شو بدي أتوقع؟ بدي أتوقع أنه الماتيريال مالها بدها تصير تخرج الآن من الاتجاه الآخر. اذا البريشر بدي اتوقع عندي ماله بده يصير ينزل الى ليمت معين، ولما يوصل عندي الرام الى نهايه الستروك معناها ما في عندي ماتيريال، اذا بصير في عندي هون سيجنيفيكانت انكريز بالكيرف بتوين الستروك والبريشر لحد ما يوصل نقطه الزيرو النهائيه تبعت الستروك. والمنطقه اللي بتكون بين اختلاف السلوب، يعني هاي انا عندي نزول والسلوب الان بطل عندي لينير اختلف اتجاهه، فهاي المنطقه هنا بسموه ليها البت فورميشن، هي المنطقه اللي بيتكون عندها البت اللي احنا حسبناها المرات الماضيه. الان في الدايركت اكستروجن بدنا نلاحظ انه كل ما مشى الرام الى الداخل او كل ما ضغط على القطعه اكثر وصار عندي برودكت من الناحيه الثانيه، معناها شو بده يصير في البلت؟ في حجم البلت، حجم البلت بده، فلما يقل الحجم معناها شو الفورس اللي بدنا نشتغل فيها؟ بدها تكون اقل. او اذا مع تقدم الرام داخل الكونتينر معناها انه انا قاعد بستهلك في البلت، والبلت قاعده بتخرج عندي من الجهه المقابله كبرودكت. اذا الان بدي الاحظ انه البريشر قيمته بتصير تنزل الى حد معين لما يبلش البط يتكون عندي، وبس يتكون البط معناها في اخر القالب راح يصطدم ويرتفع عندي قيمه البريشر. خلينا نشوف عمليه الداير الاندايركت اكستروجن. الاندايركت اكستروجن نفس الشيء، هي عمليه كومبريشن، ولكن بما انه ما فيها فريكشن
إذن أنا بدي أتوقع مقدار الإلاستيك ريجين راح يكون ماله أقل منها من عملية الدايركت إكستروجين، وهذا بسبب إيش الفرق؟ الفرق في وجود الميو، الميو اللي هو كوفيشنت أوف فريكشن. بما أنه عملية الإندايركت إكستروجين ما فيها فريكشن، معناها بدها تكون أقل قيمتها من الفورس اللي كانت لازمة في عملية الدايركت إكستروجين. الآن نيجي بنطلع على الكير، نجد أنه بيتحرك بنفس الريت، بيكون أفقي، ما في عندي نزول في قيمة البرشر، وهذا إشي طبيعي. ليش؟ إذا بنيجي بنطلع على المعادلة اللي موجود هنا، هي عبارة عن الفلو ستريس ماله مضروب في الجونسونز سترين فقط، ما في فاكتر في المعادلة بيقول لي إنه إلها علاقة بالأل، بينما هون المعادلة إلها علاقة باللينث. كل ما كان اللينث أكبر بده يكون قيمة البرشر أكبر، كل ما قل اللينث معناته البرشر أقل، بينما هون ما في بالمعادلة علاقة تربطني باللينث. إذن هي عبارة عن تطبيق مباشر لكمبريشن بروسيس، وبعديها بيتكون عندي إذا كان في بط طبعا حسب شكل القالب، وبيصير عندي نفس مقدار الفورس. الآن بنيجي بنكمل، إذا بدنا نحسب الإكستروجين فورس بدنا نقول في الإندايركت أو الدايركت إكستروجين بروسيس، أنت مجرد ما حسبت البرشر، هيو في هاي المعادلة، مجرد ما حسبت البرشر حسب المعادلة الموجودة عندك، إذا كانت دايركت إكستروجين زي ما اتفقنا البرشر هاي هي معادلته، بتعوضها في هاي المعادلة اللي هي عبارة عن البرشر في الأريا إنيشيال، بيطلع معانا الفورس في الدايركت إكستروجين. بينما في الاندايركت إكستروجين طبعا معادلة البرشر مختلفة شوي، اللي عبارة عن الأفرج فلو ستريس مضروب في السترين تبع جونسون، وهنا بنعوضها في المعادلة وبيطلع معانا الفورس. نحسب الباور، هي عبارة عن الفورس في الفي، الفيلوسيتي اللي هي المتر بير سكند، فاحنا بنعوض الرقم الموجود عندي هنا متر بير سكند. الآن خلينا نيجي نحل مثال عشان نشوف كيف طبيعة الأسئلة اللي ممكن تيجي على هذا التوبيك. بحكي لنا ايش؟ في عنا بلت 75 مليمتر لونج، يعني طول البلت عبارة عن 75 مليمتر وقطرها 25 مليمتر. Is to be extruded in a direct extrusion with extrusion rate ratio معطينا هي Rx equals to 4. The extrudate has a round cross section، يعني البرودكت اللي بيطلع عندي له round cross section، والhalf angle عندي يساوي 90 درجة. The work metal has a strength coefficient يساوي 415، اللي هو K تساوي 415 ميجا باسكال، وstrain hardening exponent اللي هو N يساوي 0.18. بحكي لنا إذا بدنا نستخدم Johnson's equation إنه A قيمتها 0.8 وB قيمتها 1.5، تمام؟ الآن بحكي لنا determine the pressure applied to the end of the billet as the ram moves forward. إذا شو المطلوب عندي؟ مطلوب عندي إنه نحدد قديش مقدار البرشر من بداية عملية الإكستروجين إلى نهايتها. وطبعا أنت إذا طلب منك يوم من الأيام إنك تصمم منظومة إكستروجين مثلا، وعودة إلى هذا الفيجر، لما بدك تصمم الشغل تبعك بناء على مين؟ بدك تصممه بناء على أعلى برشر، تمام؟ إذا أنت مجرد ما تحسب أعلى برشر بتقول والله ما بعد ذلك راح يكون أقل منه، وذلك بسبب انخفاض أو نقصان الفوليوم تبع الماتيريال. إذا أهم إشي دائما عندي في عملية الإكستروجين هي أول مرحلة في مراحل الإكستروجين. خلينا نيجي نحل المثال تبعنا. الاسترين يساوي لن الار اكس، وهذا يطبق على جميع الارقام الموجود عندي هون، لن الار اكس يساوي، وبيطلع معانا الرقم خليني اكتبه كتابة 1.3863. الان نيجي شو بنحسب كمان؟ بنحسب اللي هو الابسلون تبع مين؟ جونسون، اللي هو الاكستروجين سترين. فبيطلع معانا الابسلون تبع
جونسون يساوي 2.8795. هسا بنيجي بنطلع الافرج فلو ستريس. افرج فلو ستريس، الافرج فلو ستريس احنا عارفين شو معادلته، اللي هو كي ايبسلون تو ذا باور ان مقسوم على 1 زائد ان. الابسلون اني ايبسلون بناخذ الابسلون اللي حسبناها من اللين الار اكس وبنحطها في قانون الافرج فلو ستريس. الان نيجي بنقول بعد ما نعوض هاي الارقام بيطلع معانا الافرج فلو ستريس عبارة عن 373 ميجا باسكال. هسا بنيجي بنحسب البريشر. معادلة البريشر بما انها دايركت اكستروجن بروسيس شو بنقول؟ هي عبارة عن ماله؟ الافرج فلو ستريس مضروب، بنفتح قوس، في الابسلون تبع جونسون مضروب في 2 في اللينث على الدياميتر الانيشيال، فبيطلع معانا مقدار البريشر 3312 ميجا باسكال. الان خلينا نيجي نقول بدنا نعيد هاي عملية الحسابات لما مثلا وصل الارتفاع عندي ل 50، ولما ثانيا وصل الارتفاع عندي ل 25، ولما صار عندي الارتفاع زيرو. فالان احنا عدنا حساباتها وبقول لنا مقدار البريشر لما كان طول البلت 50 يساوي 2566 ميجا باسكال، لما كان عندي الطول 25 فكان مقدار البريشر يساوي 25820 ميجا باسكال، ولما صار عندي الطول زيرو فكان البريشر يساوي 1074 ميجا باسكال. اذا في هيك حاله شو بده يصير عندي؟ باجي بتطلع انه فعلا كان عندي في بداية الاكستروجن هاي الرام ستروك، خلينا نسميه هيك، وهنا كان عبارة عن البي اللي هو البريشر. فمنلاحظ انه لما كانت اعلى ارتفاع عندي، يعني لما الستروك بعده ما تحرك، كانت 3312، لما صار 50 صار 2560، لما صار 25 صار 1820، ولما صار 0 صار 1074. اذا الان فعليا بنلاقي انه هاي الارقام اتطابقت مع الفيجر اللي احنا شرحناه في بداية المحاضرة واللي بخص عندي الدايركت اكستروجن بروسيس. الان خلينا نروح نشوف شو عندي موضوع اخر في المحاضرة بعد حل المثال. زي ما اتفقنا في عمليات التشكيل في عندي فاكتر مهم جدا، الشيب فاكتر زي ما اتفقنا. الان لما انا بدي اطلع من الداي كروس سكشن، خلينا نقول مثلا دائري، مش زي لما بدي اطلع كروس سكشن يكون مربع، مش زي لما بدي اطلع كروس سكشن يكون معقد شوي. مثلا عندي هذا الكروس سكشن، صحيح هي عبارة عن اشكال هندسية، ولكن الفورس اللازمة لاخراج هذا البرودكت من القالب بتختلف باختلاف الكومبلكسيتي تبع الشيب اللي بدنا نشتغل عليه. وزي ما اتفقنا انه في عندي فاكتر معين سميناه شيب فاكتر، هو اللي بده يعطيني قديش مقدار الفورس اللازمه لاخراج السكشن المطلوب. المعادلة الشيب فاكتر هيها موجود عندي هون، عباره عن كي اكس اللي هو الشيب فاكتر في عمليه الاكستروجن يساوي 0.98 زائد 0.02 مضروب في 2 مين فاكتورز اخرين، الاول سي اكس والثاني السي سي، كلياته هذا to the power 2.25. الآن بدنا نعرف شو هي CX والCC، خليني أكتب لكم إياهم كتابي هنا. فالآن إذا بدنا نحكي عن CC مثلا، هي شو تساوي؟ تساوي محيط الدائرة التي مساحته مكافئة لمساحة الشكل الناتج، يعني لشكل البرودكت. هاي السي سي، وعندنا سي اكس تساوي محيط الشكل الناتج.
طيب محيط الشكل الناتج أنا ما عندي فيه مشكلة، يعني مثلا كان في عندك أنت الشكل الناتج عندك هو عبارة عن مستطيل مثلا، وعندك هنا X وهنا Y، إذا شو محيطه لهذا الشكل؟ بدنا نقول الـ CX تبعه ماله شو يساوي؟ يساوي 2X زائد 2Y، مظبوط؟ محيط الشكل المربع أو الرباعي. الآن بدنا نيجي نشوف شو CC لهذا المربع أو المستطيل اللي موجود عندي. بحكي لنا هو عبارة عن محيط الدائرة التي تكافئ مساحتها أو مساحتها مكافئة لمساحة الشكل الناتج. هسا أنا باجي بتطلع، نفترض كان عندي الإكس 5 لسهولة الأرقام وكان عندي الواي عبارة عن 10. إذن محيط الشكل هون شو يساوي؟ محيطه كامل هذا السي إكس. الآن بدنا نحسب السي سي مرة ثانية. السي سي نأخذ مساحته لهذا المستطيل. شو مساحة المستطيل هون شو تساوي؟ 5 في 10 شو تساوي؟ 50 مليمتر مربع. مساحة الدائرة الاريا تبعت الدائرة شو تساوي؟ باي دي تربيع على 4، مظبوط؟ اذا الباي دي على 4 هاي شو تساوي؟ تساوي 50 مليمتر مربع. من وين جبنا هاي ال 50؟ اللي هي مساحة الشكل الاول، يعني طلعنا مساحة الشكل اللي موجود هون هيها. الان بدنا نعكسها ونحوله لدائرة، فشو منقول؟ مساحة الدائرة تساوي باي دي تربيع على 4 يساوي 50 مليمتر سكوير. هسا شو من هاي منطلع؟ منطلع مقدار الدي 7.9 مليمتر. اشكرك. الان شو طلعنا؟ طلعنا مقدار الدياميتر. هسا شو منقول؟ منقول انه السي سي اللي بدي اياها انا، انسى لي هاي السي سي اللي بدي اياها هي عبارة عن محيط الدائرة اللي كانت مساحتها زي مساحة الشكل الناتج. اذا قديش محيط الدائرة اللي كان قطرها 7.9؟ شو منقول؟ هي عبارة عن باي في دي 24.8 مليمتر. اذا الشيب فاكتور لما بدي اجي احسبه في معادلة الكي بعوض الارقام الموجودة زائد كذا كذا، وباجي بحط السي اكس قلنا عبارة عن 30، والسي سي هو عبارة عن 24.8. الآن شو منساوي؟ مندخل الشيب فاكتر على معادلات البرشر. ففي عملية الـ Indirect Extrusion منقول البرشر يساوي Kx مضروب في Average Flow Stress مضروب في السترين تبع جونسون، بينما في الـ Direct Extrusion فالبرشر يساوي Kx مضروب في نفس الفاكتر اللي كنا بنستخدمه للبرشر في المعادلات السابقة.